نسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا وعن تقصيرنا وتفريطنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عز وجل، وأن يجعله نورا وشفاء ورحمة وهدى وبركة وفتحا ونصرا لنا وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الله سبحانه وتعالى عز وجل كما سمعنا في الآيات المباركات التي تليت علينا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري بالكتاب ولا الإيمان. هل هذا التعبير مجازي أم حقيقي؟ الله تعالى عز وجل خلق الأشياء وزرع فيها الحياة في النباتات وفي الحيوانات وفي الإنسان، هناك حياة مشتركة، روح مشتركة بين الحيوانات وبين الناس، ولكن هناك حياة أخرى يحيا بها المؤمن، يحيا بروح أخرى، روح القرآن. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ومعنى هذا أن الأمة إذا تخلت عن القرآن فهي ميتة، وإن كانت تتحرك مثل ما يتحرك الناس وتسعى مثل ما يسعى فيه الناس في ظاهرها، ولكن في حقات أمرها فهي ميتة. وهذا هو الواقع الذي تمر به الأمة، لا يحسب له حساب ولا يحل برأيها ولا بصوتها ولا يعبأ بها ولا تعطى لها قيمة ولا يلتفت إليها كأنها ليست شيئا، لأنها فقدت روحها فهي بمثابة الميت، فقدت عزتها وشرفها وقوتها ومجدها الذي يكمن في كتاب الله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، الذكر الرفعة المجد الشرف فيه ذكركم. فلما كان المسلمون متمسكين بكتاب الله تعالى عز وجل كان لهم ذكر، كان لهم صيت، كان لهم جاه، كانت لهم مكانة. استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك، لك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القرآن أين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رفعه الله سبحانه وتعالى عز وجل إليه، كلما ذكر الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك. وأمته كذلك، كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحياة العاشة الأمة بروح القرآن وبنور القرآن، وسعدت وأسعدت، سعدت لأن لماذا أنزل الله تعالى القرآن؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن أنزلنا عليك القرآن لتسعد. قلنا هبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عادو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولا يشقى إذن معنى سيسعد، يخرج من الضلال إلى الهداية ومن الشقاء إلى السعادة، فلا يضل ولا يشقى، لأنه كلام الله. وماذا يريد الله تعالى بعباده؟ ماذا يريد الإنسان بأولاده؟ لا يحب لهم إلا الخير. والله سبحانه وتعالى خلقنا الإنسان بنيان الله في الأرض، فمن أظلم من ذهب يهدم بنيانه. فمكانة الإنسان عند الله عظيمة،
ولهذا بقيت كلمته تترعى تتوارد على ألسنة الرسل، وآخر كلمته سبحانه وتعالى هو كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل، وجعله ليكون مهيمنا على ما سبق من الكتب، مهيمنا، وكلمة الله هي العليا، مهيمنا. فنحن عندما نتحدث عن حفظ القرآن، لا يكون القرآن محفوظا إلا إذا استرجع هذه الهيمنة. ما نتحدث فيه نكتفي بعلاقة الإنسان على حدة بكتاب ربه، حفظا، تدبرا، تهجدا، قياما لليل، تلاوة، تخلقا بأخلاق القرآن في شأنه الخاص، في شأنه الخاص، هذا أمر ضروري ولا بد منه، خطوة أولى. ولكن هذه بداية، هذا المبتدأ، فأين الخبر؟ مقدمة الشيء، مآل الشيء، مآل هذا العمل، أين سيفضي بنا؟ سيدنا سليمان رحمه الله تحدث عن دولة القرآن، عن دولة القرآن، الدولة من التداول، تداول الصرف، تداول العملات، تداول الأحكام، تداول ماذا يتداول الآن في العالم؟ نظرات الناس وأفكار الناس وفلسفات الناس وأنظمة الناس وقوانين الناس، هذا هو المتداول بين الناس. والقرآن موضوع في الرفوف، في المصاحف، يقرأ في المساجد وفي هكذا، وحتى في الإذاعات يقرأ، حتى إسرائيل لا إذاعة للقرآن إذا كان هذا القرآن لا يحرك ساكنا ولا يحيي أمة ولا يدفعها إلى النهوض. القرآن كما يقول صلى الله عليه وسلم هو كتاب جهاد قبل كل شيء، كتاب جهاد كل شيء. فالذي يقرأ القرآن إذا أراد أن يتخلق بأخلاق القرآن، لا ينبغي أن يكتفي بالأخلاق الخاصة به. إذا تتبعنا الأوامر في القرآن، عندما نتحدث عن القرآن نتحدث عن السنة، لأن السنة جزء من الوحي، وما ينطق على الهوى، لأنها تفسير للقرآن وشرح للقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. نتحدث عن القرآن، عن وحي الله سبحانه وتعالى عز وجل، الذي هو رحمة لخلق الله سبحانه وتعالى عز وجل، فهو الذي وضع للإنسان منهاج حياة، نظام حياة، نمط حياة، في علاقته بنفسه، في علاقته بمحيطه، مع الوالدين، مع الجيران، مع الأعداء، مع الأقارب، مع النباتات، مع الحيوانات، ومع خالقه. فهو ينظم حياة الإنسان. هذا التنظيم القرآني، وكما سمعنا من إخواننا، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، معناه هو الحق. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أأنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى يطرح هذا السؤال ولم يجيب عنه، لأن الإجابة معروفة، لا يستطيع أحد أن يقول أنا أعلم من الله، أأنتم أعلم أم الله؟ فلماذا نرمي بالقرآن وراء ظهورنا ونستورد أنظمة البشر لنطبقها في حياتنا؟ استمعنا إلى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي، للطريقة التي هي أقوم، اسم تفضيل،
أقوم قيلة وأقوم صوابة وأقوم تنظيمة وأقوم، لا تجد هذا الـ 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 لا تجد أي منهاج يصلح وينصلح به البشر غير القرآن، لأن القرآن هو أقوم تنظيم، هو أقوم حكم، كتاب عدل من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فحفظ القرآن معنى أن نسترجع راية القرآن ليستظل المسلمون بها ويسعون لتمتد هذه المظلة لتستظل البشرية تحتها فتعيش الرحمة والمودة والمحبة والأخوة والحنان وكل ما فيه سعادة الإنسان حسا ومعنى قلبا وقالبا. وقالبا الأزمات التي نعيشها نتيجة إبعادنا بعدنا عن كتاب الله تعالى عز وجل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما نحن فيه من فتن هو نتيجة لبعدنا عن دين ربنا، عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. ماذا سيحصل لو رجعنا إلى كتاب ربنا وأخذناه بحذافيره جملة وتفصيلا؟ ماذا سيحدث؟ سيتغير واقع العالم، سيتغير وضع الأمة من سيء إلى أحسن، فيعيش الناس في رغد وفي سعادة لا تتصور. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يغدق الله سبحانه وتعالى عز وجل عليهم الخيرات، فيبقى الخير منتشرا قد لا يسعى أحد لأجل أن يكتسب حظه أكثر من الآخر، كما سيقع عندما يطبق القرآن عند ظهور المهدي عليه السلام وعند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، لما يسترجع القرآن مكانته. نقول دولة القرآن، كيف تقام دولة القرآن؟ واش بمجرد أن أحفظ القرآن تقام دولة القرآن؟ هذا معنى المتواكل المتواكلين. معنى أن تحفظ القرآن، أنت تحفظ القرآن معنى تطبق أوامر القرآن، وأوامر القرآن إذا قرنا بين رجعت إلى السؤال الذي طرحته قبل قليل، الأوامر المتعلقة بالفرد مع الأوامر المتعلقة بالجماعة، تجد الأوامر المتعلقة بالفرد محصورة في الصلاة، حتى الصلاة لا بد من أن تؤدى جماعة. يتعلق معظم الأوامر هي أوامر تتعلق بالجماعة، ولهذا الله سبحانه وتعالى عز وجل لما نادانا أن نطبق القرآن لم يقول يا أيها الذي آمن، قال يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الجماعة يا أيها الذين آمنوا، لأن الأمر الذي سيأتي أو النهي الذي سيأتي لا يستطيع واحد عن انفراد أن يقوم به، لا بد من التعاون. فتطبيق القرآن هو أن تسعى به لتصبح له اليد الطولة، لتصبح له المكانة الأولى في العالم، ليصبح هو المهيمن على حياة الناس، على حياة الناس، ليصبح القرآن والسلطان أمران
ممتزجين، فيصبح السلطان تحت هيمنة القرآن. الانكسار التاريخي بعد مضي الخلافة الراشدة ماذا حدث؟ ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان، فلا تفارق القرآن. وهل الأمة فارقت القرآن على مستوى الأفراد؟ بقيت متمسكة بالقرآن والحفاظ في كل عصر لا حصر لهم ولا عد، وبالرواية وبالأسانيد إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. ولكن هذا القرآن افترق مع السلطان، فلا تفارق القرآن لأجل استعادة السلطة لتسير بأحكام القرآن. اعملوا بالقرآن لأجل استعادة الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى عز وجل. ومن يحكم ما أنزل الله أولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون. في حياتنا الشخصية وفي علاقاتنا في منازلنا وفي معاملنا وفي، لا نطبق هذه الآية على الحكام فقط، كل من له مسؤولية وكل من له ينطبق عليه هذه الآية. من لم يحكم القرآن حتى في نفسه فتنطبق عليه هذه الآيات، فهو فاسقون ظالمون كافرون. لا نتحدث عن الكفر العقائدي والكفر العملي، كفر دون كفر. اللهم من أنكر القرآن والعمل به أو فضل القوانين الوضعية عليه فهذا كافر بالإجماع. إذن الإنسان يحفظ القرآن ولا يمارس الدعوة. إذن كيف تقرأ الآيات، المئات الآيات؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلية أدعو إلى الله، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداعي إلى الله بإذنه وسراج منيرا. إذن أنت على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ينبغي أن تفعل. طريقة الدعوة، كيف الأنبياء يقومون بالدعوة؟ يا قوم إني لكم نذير مبين، التحذير بالآخرة، تذكير الناس بالآخرة، تقرأ القرآن ولا تأمروا بالمعروف. إذن كيف تقرأ قول الله تعالى عز وجل: قلتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر، ويعطيك الخطة العملية لأجل تغيير الواقع. ولتكن فعل مضارع قرن بلام الأمر دلالته على الأمر أقوى من دلالة الأمر. ولتكن منكم أمة، منكم، بعض العلماء قالوا هذه من ليست للتبعيض وإنما للبيان، أي كونوا جميعا، كونوا جميعا. ولتكن يدعون، إذن جماعة، إذن الدعوة ليست دعوة فردية، هي دعوة جماعية، دعوة جهادية. يدعون إلى الخير في العالم الإسلامي ويأمرون المعروف هنا على المنكر داخل الأمة الإسلامية. كنتم خير أمة أخرجت للناس لتكونوا شهداء على الناس. هذه الآية أين نضعها؟ ونحن نحفظ القرآن، ما نصيبنا من تقمص هذه الآيات؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية أين تتجلى؟ أخرجت للناس، هذه الخيرية الآن عند في الأمور الدنيوية عند الآخرين، من يطعمنا، من يأوينا، من يكسونا، من يعلمنا، من يصنع لنا، من يخطط لنا، من. إذا نحن الآن نعيش عالة على الناس، ولم نعد أمة أخرجت للناس لإنقاذ الناس، لتعليم الناس، لإكساء الناس، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لإنقاذ الناس. إذن أنت تقرأ القرآن. الذي أريد أن أركز عليه هو لا ينبغي عندما نتعامل على حفظ، نتعامل مع كتاب الله تعالى ونركز على حفظ القرآن، نركز على العلاقة الفردية في أحوال الخاصة بالقرآن.
وإنما كيف أتحرك مع إخواني لأجل استعادتي من هذه الله تعالى الحياة.